اتصالات مع دار الرعايه ان شاء الله ايتام الشؤون نخليها باكر لان تجاوزت الوقت. بنروح على التقرير الاخير، السحر عن طريق الصور بالكويت للاسف، يا ليت انتبه من الخدم والبعض اللي يستغل الصور في عمليات السحر. شوفوا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه هذه بعض انواع العمل السحر، شوف الصور عن طريق السحر عن طريق الصور. هذه عائله كويتيه وهذا شخص كويتي اخر. هذا بوذا وللمسيح، الله المستعان. هذا العظم الصينيه، هذا طبعا فيه الجن، هذا حضر الجن احمد من عزاله. هذه من اعمالهم كلها من الخدم والسحره، نسال الله العافيه. في طلاسم توضع مع الصور وغيرها، والصور صورا لكن ما نشرنا الصور، جزاه الله خير الشيخ سعد. ما رايتم من صور، اسال الله يحفظنا واياكم من كل شر ومن كل عين وسحر وحسد. هذه تم ضبط الاعمال بفضل الله تبارك وتعالى، لكنها بحمد الله ليست اعمال، هي مشروع سحر لم ينجزها وكشفه الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية فقرة حديث الكويت والناس، والله عندي تقريب.